لما عرفوا انك انت نازل عندي وشرفني حلفوا 100,000 يمين ما حد يديهم الدرس في الجامع الا انت يا مولانا. عايزيني انا اديهم الدرس في الجامع؟ يا مولانا اللي ما يعرفك يجالك، ومين غيرك انت بس اللي هيديهم الدرس؟ عماد اخباره ايه؟ عامل ايه؟ عماد مين؟ عماد ابنك يا مولانا. الله، هو جيت المروحه تاني؟ ما تقلقش يا مولانا، احنا ناخده المسجد معانا نرقيه وهيكف وهيبقى زي الفل ببركه سيدنا الفول ان شاء الله. يلا يلا بينا يا شيخ حسن. ربنا يحوط عليك يا بولس، ربنا يحافظ عليك يا جرجس، المسيح معاكم، المسيح يحميكم. ايه حكم الدين يا شيخ حسن في واحد صام 30 يوم وكان في السعودية، رجع مصر لقى رمضان مخلص فصام بقى 31 يوم، راح ليبيا لقى رمضان مخلص، يعمل ايه بقى؟ يصوم ولا ما يصومش؟ هو الدين بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. مش محتاجة حاجة يعني. ايه رأي الشرع في راجل عجوز خالع سنانه ودروسه كلها وبيركب طقم زي حالاتي كده، ما بيستعملش السواك؟ الناس بتقول ده حرام، ولابد ولازما من استعمال السواك، لان السواك ده سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. الدين بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. انا حلقت يا سيدنا الشيخ، والناس جم قالوا لي حلقت اللحيه حرام. رحت معلق يافطة عندي في المحل ممنوع حلاقة اللحية، الزباين انقطعت، المحل كان بيعمل له في اليوم 20-30 جنيه، النهارده بقى لو عمل 10 جنيه يبقى كويس، اللي أنا عملته ده صح ولا غلط؟ الدين بيقول إيه؟ الشافعية قالوا إن حلق اللحية سنة، اللي يلتزم بيها ياخد الثواب، واللي ما يعملهاش ما تبقاش معصية. في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته، اصل الشر بعيد عن السامعين، متجوز واحده ست قويه ومستبده، عاوز يعلمها الادب، يعمل ايه؟ الدين بيقول ايه؟ فعظوهن ما بتتعص، واهجروهن في المضاجع، احب حاجه على قلبه اضربوهن، لا شديده وقويه، لو ضربتها تضربني بالشبشب. شوف يا ابني، اللي زي دي مش عايزه فتوى، اللي زي دي عايزه تروح النيابه. الله اكبر، الله اكبر، مش عارف الفتوى دي. فحكم الدين يا مولانا في واحد زي حالاتي فاتوا سن الجواز، والعين بصيره والايد قصيره، ساعات بيجوني في المنام، والشيطان شاطر. ما انت كنت شاب وعارف يا سيدنا. لا بقى، لا دي جاوبك عليها بقى الشيخ عماد. الشيخ عماد مين؟ ايوه الشيخ عماد، هو من سنك ويجاوبك عليها كويس. اتفضل يا شيخ عماد. هو الدين بيقول ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. واضحة. الله يفتح عليك يا شيخ عماد، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. السلام عليكم. في ايه يا شيخ بلال؟ ابدا يا مولانا، دول اهل البلد جايين عاوزين ياخدوا البركة منك. غلابة، وانا عارف قلبك الطيب يا شيخ حسن. خش يا ام ابراهيم. ام ابراهيم مين؟ دولي يا غلبانة يا مولانا، بعد عنك ما بتخلفش. امال ابراهيم ده يبقى مين؟ هي اصلها نادرة، لو خلفت عيل هتسميه ابراهيم. وعايز نعمل ايه؟ ترقيها ولا تعمل لها حجاب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها باللي هي عايزاه. بوس ايد مولانا. لا تبوسني ولا تقرب مني. طيب اسيبك معها عشان ترقيها يا مولانا. راح فين؟ خليك هنا، انا هرقيها وانت موجود، اوعى تتحرك. تعالي. ما دام رعاك يا مولانا، ربنا هيرزقك الخير كله. يلا اتفضلي زغروطه وانت خارجه في قعي. يلا مع السلامه. خش يا ناه. عنات مين تاني؟ ما كفايه ام ابراهيم، ارحمنا يا شيخ بلال.
عناية يا مولانا، دي جوزها مربوط. مربوط؟ ايوه، معمول له عمل، كل ما يخش عليها عشان يعاشرها يشوفها قدامه قرد. قرد؟ ايوه، عايزين نعمل لها حاجه بقى نفك بيها العمل ده. ودي برضه ما بتخلفش زي ام ابراهيم؟ لا يا مولانا، دي مخلفه سبعه. سبعه؟ امال بشوفها قرد ازاي؟ دخت مخليتي يا سيدنا الشيخ، لفيت على الدكاتره والشيوخ والاوليه، حتى القسيس رحت له. رحت للقسيس؟ وما عملش حاجه؟ الشفاء على ايديك بعون الله يا شيخ حسن. بركاتك يا مولانا، ربنا هو الشافي. الله اكبر، صلاه النبي احسن. ارفع الخلف يا عم، ابعد البتاعه دي عني. انا خلف وايه؟ واحد واحد. طب نظام يا عم، ابعد البتاعه دي. واحد واحد. انا يا عم ابعد البتاعه دي عني. انا خلف. واحد 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 واحد. ما ينفعش الرجال اللي انتوا عاملينها دي يا جماعه. اهدوا اهدوا، ما ينفعش كده. الشيخ حسن لو شاف الهرجله دي هيقفش عليكم. واحد واحد. طب بس انت طلع له دول يا عم الحاج. الشيخ حسن لا بياخد طيور ولا غيره، ده بيعمل ده لوجه الله. اعمل معروف يا شيخ عماد، الوليه مراتي ما هتخلفش غير بنات، وانا نفسي في واد. يعني هي الوزه والبتين دول هم اللي هيجيبوا الواد اللي بعده يا شيخ عماد؟ نمره 18. ان شاء الله يا شيخ حسن، انا نازل انتخابات مجلس الشعب، وده بس عشان خدمه اهل البلد. الدوره اللي فاتت واللي قبليها الحمد لله كسبتهم باكتساح. السنه دي بقى نازل قدامي واحد تقيل قوي وايده طايله، كل اهل البلد ملمومين حواليه. وعايز نعملك ايه؟ حضرتك تعمل لي حجاب ولا عمل تخلي اهل البلد يتلموا حواليا انا، ما يشوفوش حد غيري وما ينتخبوش حد غيري. هو حضرتك حزب ايه؟ حزب الوطني. حزب وطني ومحتاج حجاب ولا عمل؟ قوم، ده انت ناجح بالثلاثه. قوم. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. انت حسن عطار؟ ايوه. اتفضل معانا. عايزين تاخدوه فين؟ استنى بس يا حضره الضابط، اصل هو مش حسن العطار. لا لا بس 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 يا جري يا ام عماد. الله، عماد عماد، انت بتطلع كده ليه؟ خلي بالك من زينات. زينات مين؟ زينات امك يا عماد. حاضر. عماد امك. زينات تبقى امك. حاضر. انا مش هغيب، انا شويه وجاي على طول. هو في ايه يا باشا؟ انتوا واخدين الشيخ حسن مودينه على فين؟ ده راجل تاقي وفاضل والبلد كلها بتحبه. ما مالكش دعوه انت بالموضوع ده يا شيخ بلال. ماليش دعوه ازاي؟ انا جاي معاكم. خليك انت يا شيخ زينات. شيخ بلال، انت بتقول ايه يا مولانا؟ على النعمه الشريفه مصيبه، احنا كلنا جايين معاك. بتعملوه ده مش كويس علشانكم، كل واحد منكم يروح على بيته. احنا هناخد كلمتين من الشيخ حسن وهيرجع على طول. الشيخ حسن اللي بيعملوه ده بيضعف موقفك، انت المسؤول. وانا مال؟ هو انا اللي قلت لهم يجوا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا وراك يا شيخ عطار، احنا وراك يا شيخ عطار. حسن عبد الحميد العطار. أنا عايز لو سمحت يعني بعد إذن حضرتك أكلم اللواء مختار سالم. هتكلم الدنيا كلها، بس مش لما الأول تعرف إحنا جايبينك هنا ليه. أنا ما عملتش حاجة يا حضرة الضابط. إذا كنت فاكر إن اللي عملته في أسيوط هتعمله هنا في المنيا، لا انسى. أسيوط إيه علاقتك بتنظيم القاعدة؟ القاعدة ده حتى ما يصحش. شوف يا حسن، أنا راجل مؤمن بالمناقشة بالحوار، وأسلوبي بعيد كل البعد عن العنف والقسوة. إنما لو حسيت إن اللي قدامي بيلف ويدور عليا، عندي طرق وأساليب تخليك تعترف بكل حاجة.
قاعدة. مالك حضرتك؟ ما كنت كويس، إيه اللي حصل؟ أنا كويس وطيب واتحط على الجرح يبرد طول ما أنت دغري معايا. إنما هي إنما دي هي اللي بتعصب حضرتك، ما بلاش منها أحسن. قعدت قد إيه في أفغانستان يا حسن يا عطار؟ أفغانستان من فضلك اطلب لي اللواء مختار سالم فورا. تمام سعادتك، البلد كلها جايه واقفين تحت وعاملين مظاهرات ومش عايزين يمشي الا معاهم الشيخ حسن. بالسرعه دي لحقت تعمل قاعده شعبيه في البلد كده من اول يوم؟ امال لو قعدت معانا سنتين ثلاثه هتعمل ايه؟ لو سمحت انا عايز اكلم اللواء مختار سالم. حاضر يا سيدي، هنطلب لك اللواء مختار سالم. لماذا لم يصدر حتى الآن تصريح من وزارة الداخلية بعدد القتلى والمصابين في حادث انفجار القنبلة؟ الحمد لله مفيش خسائر في الأرواح، هما كام عربية وكام محل اتكسروا، 3 مصابين و75 واحد ماتوا، بس مش من انفجار القنبلة، من تدافع الناس بينهم من بعض بعد انفجار القنبلة، والحمد لله كلهم مصريين مفهومش أجانب. يا مختار باشا، يا مختار باشا. في إيه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشا. ها أيوة مين؟ حسن عطار؟ حسن عطار مين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. ايوه باشا، ايوه مختار باشا، انا حسن العطار، الشيخ حسن العطار المسيحي، انا اللي بعتته المنيا، انا ومراتي وابني جرجس اللي هو عماد المسيحي المسلم. ركز معايا وحياتك شويه. ايوه ايوه ايوه. ازيك يا اخ بولس؟ هل مصر اصبحت منطقه ارهاب دوليه بعد تكرار حوادث الانفجارات؟ انا عايزك تطمن خالص، واديك شايف رجالتنا قايمين بالواجب ولا لا؟ هو في الحقيقه قايمين بالواجب قوي، بس زياده عن اللزوم. انا بكلم سيادتك من المديريه، بعمل ايه في المديريه؟ اصلهم عرفوا اللي انا بشتغل مع القاعده. تنظيم القاعده؟ فعلا يا فندم، تفجير القنابل في الاماكن الحيويه دي ده اسلوب القاعده. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ انا عارف. اتفضل بقى سيادتك قول لحضرتك الضابط. ايوه يا فندم. هل اعلنت اي جهه مسؤوليتها عن الحادث؟ لا، انما اكيد ده شخص مختل عقليا. مختل عقليا؟ ايوه ايوه انا معاك يا فندم. اللي تشوفه سعادتك يا باشا، مع السلامه. يا شيخ حسن، احنا متاسفين، الظاهر ان في تشابه اسماء بينك وبين حد مطلوب عندنا، تقدر تروح. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم نهايه اليوم. 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 يا اخواننا يا اخواننا، من النهارده الشيخ حسن العطار هو امام جامع البلد. امام؟ ايوه. وبكره ان شاء الله هو اللي هيخطب خطبه الجمعه في المسجد بالعند في الحكومه. الله اكبر الله اكبر. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم نهايه اليوم. 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 كنا في البلد دي بقى خطر يا ماتيلدا، انت ما شفتيش الناس كانوا عاملين ازاي قدام المديريه؟ دول هتفوا ضد الحكومه وعايزيننا بامام الجامع. طب وهنروح فين يا بولس؟ هنروح عند ويليام شحاته. هو ما فيش غير ويليام شحاته اللي نروح نقعد عنده؟ ماله ويليام شحاته؟ راجل طيب ومسيحي حقيقي، ده طار من الفرح لما عرف اللي احنا هنروح نقعد عنده. وبعدين انا حكيت له على كل حاجه من الاول للاخر. انا ما قلتش حاجه، بس جانيت اصلا ده حتى طنط تريزا مراته بتحبك كانك ابنها بالظبط. لا انا عارف هو بيرمي على ايه. مالها جانيت؟ وحشه جانيت يا ماتيلدا. احنا في ايه ولا في ايه يا بولس؟ افرض حد شافك هناك يبقى عملنا ايه؟
ساتر يا ساتر. ايه في ايه؟ جانيت. جانيت مين؟ بنت وليم شحاتة. اه صحيح، جانيت بنت وليم شحاتة. اه اموره خالص. نعم، ده المني ارحم. طب تعال تعال ما تخافش، يلا اموره جانيت. طب انت هربان من الناس عايزين يقتلوك، انا مالي؟ بس جانيت اموره. اهلا اهلا اهلا، شرفتم ونورتم. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ حسن. وحشني يا تريز. اهلا يا ست زينات. ازيك يا عماد؟ شيل الشنط بسرعه لعمك الحاج. اتفضلوا اتفضلوا، منور يا حاج. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا، مرحبا. مين دول يا هاني؟ دول سكان بودات في العماره. وعم ويليام بقول له يا حاج. يا حاج اوعى تغلط يا ويليام، تقع بلسانك تودينا في داهيه، واوعى حد من العماره يعرف حاجه ارجوك. ما تخافش ما تخافش يا اخ بولس. اتفضل يا كركس، اتفضل تعالى تعالى. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج، اتفضل. اهلا وسهلا. الاخ جارنا الجديد الحاج حسن العطار. مين؟ حسن العطار. فرصه سعيده يا استاذ حسن. انا مرقص عبد الشهيد، لو عوزت اي حاجه انا تحت امرك. ربنا يحافظ عليك يا استاذ مرقص. نورت العماره يا استاذ حسن. منوره باهلها يا استاذ مرقص. طب اتفضل 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 حضرتك. اتفضل حضرتك اتفضل حضرتك. ما يصحش. اتفضل يلا يا حاج حسن. بس ما صحش نسيب الراجل. انتوا هتقعدوا تتعزموا على بعض ولا ايه؟ رد بابك يا مرقص. اتفضل اتفضل يا حاج. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل. اتفضل يا بوليس يا اخويا، اتفضل. دي شقتك ومطرحك. شايف؟ شايف الشقه نظيفه وزي الفل ازاي؟ جانيت بتكنسها وتمسحها كل اسبوع، ما دي شقتها اللي هتتجوز فيها. ربنا يتمم لها بخير يا تريزا. يلا يا جرجس، دخل شنطتك في اوضتك وحط هدومك جوه الدولاب. يلا يا حبيبي. صدقني يا جرجس، بابي الفرحه ما كانتش سايعاه لما عرف انكم هتسكنوا معانا هنا. ابوكي ده شكله هيضيعنا. على فكره يا جرجس، الدقن شكلها حلو قوي خالص عليك. اه ما انا اقوم احلقها. سمعت ثريت تامر حسني الجديد؟ هسمع ثريت تامر حسني الجديد في المصايب اللي احنا فيها دي؟ انت هبله ولا في ايه؟ مالك يا جرجس؟ شكلك متضايق. متضايق؟ الله، واحد ابوه مهدد بالقتل وهربانين وسايبين بيتنا ومتشحططين، عاوزاني اعمل ايه؟ اتحزم وارقص؟ اطلعي بره. انما مرقص عبد الشهيد اللي ساكن قصادي ده بيشتغل ايه يا ويليام؟ انا معرفش، بس هو طلب مني ياجر المحل اللي تحت، عاوز يعمل فيه شغل. ده كان في امريكا بقاله 20 سنه ولسه جاي، ما بقالوش شهرين في البيت. بقى انا راجل طيب ومتدين يا استاذ بولس. ده من ساعه ما سكن هنا لا شفناه دخل كنيسه، لا هو ولا مراته ولا بنته. يمكن مش عارف يا ويليام. كلم الكنيسه يفتقدوه، يجوا يفهموه، يعلموه يعمل ايه بالظبط. مسيحيين كتير جواهم الدين بس مش عارفين الطريق. ده كرم من عند ربنا يا زينب ان الشيخ حسن العطار سكن قدامنا. انا اسمع عنه من زمان، راجل تقي جدا ومبروك، قلبه عامر بنور الايمان، ده قطب من اقطاب الاسلام. يا زينب ده اكبر داعيه ديني في الصعيد. انما ويليام صاحب البيت ده ما بيسكنش غير مسيحيين يا محمود، ازاي يسكن الشيخ حسن العطار عنده؟ يا اخوانا يا اخوانا، الراجل ده عمل فيها معروف من 15 سنه ووقع بيته وجي يستجد بيا هو ومراته وابنه. انا مش قليل الاصل. ما انا سبق وطلبت منك الشقه دي يا وليد وما رضيتش تديها، تقوم تديها لحسن العطار تستخسرها في المسيحي اللي زيك وتديها لواحد مسلم. دي شقه جانيت يا جورج، وهو مش هيقعد فيها على طول، دي كلها كام شهر وربنا يفرجها عليه ويمشي. انا فين يا هاني؟ مريم سعيدة. يا مريم ازيك يا هاني؟ وازاي انكل جورج؟ احنا كويسين. انا كنت عايز في ايه يا هاني؟ ممكن تاخدي دي مني؟ ايه ده؟ اصل انا
شفتك مش لابسه صليب قلت اجيبهولك. يعني ليه هاني؟ اصل انا ده هديه مني، مش هاخد منك ثمنه. اصل انا ما اتعودتش اقبل هدايا من حد. هتكسفيني. انا اسفه يا هاني. مساء الخير. مساء وصلنا سكرت. ايوه الشيخ حسن العطار. ايه حسن العطار؟ طب تيجي ازاي دي يا بابا؟ دول اكيد بقى جايين كوسه. سيب امك تعرف تقرا في المصحف. يلا ادخل جوه. ادخل. مساء الخير يا استاذ مرقص. مساء الخير. انا ابونا بطرس حنا كاهن كنيسه نرجركس والاباء الكهنه من الكنيسه. اهلا وسهلا. احنا جايين نقعد مع حضرتك شويه. اتفضل اتفضل. نورتوا الشقه، نورتوا الشقه. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. الحقيقه الاستاذ ويليام قال ان حضرتك كنت في امريكا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عشان كده قلنا نيجي نفتقد حضرتك ونتعرف عليك ونصلي لك، وبمشيئه رب المجد تطلع معانا رحله الكنيسه عاملاها. هنزور دير العذراء البرموس، ناخد بركه الانبا موسى الاسود، ونعدي على العذراء السريان وماري جرجس الخطبه، ويريد كمان تصلي معانا البصخه. اصلا انا لسه راجع في السفر يا ابونا، يعني قصدي ما لحقتش ارتب اموري لسه. انت اخر مره تناولت فيها امتى؟ انا الحقيقه ما تناولتش. ازاي ما بتتناولش؟ تناولت ايه بالظبط يعني؟ انا على لحم بطني من الصبح. طيب اخر مره اعترفت فيها كان امتى؟ اعترف ايه؟ انا راجل اللي في قلبي على لساني على طول. واضح يا استاذ مرقص انك كنت عايش في امريكا حياه دنيويه، ما كنتش بهتم بدينك ولا بربك. ايوه ايوه ايوه. اصل المشاغل بره بتلهي الواحد. عشان كده احنا جايين نعمل لك صلاه تبريك، نبارك لك بيتك وزوجتك واولادك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. معلش يا استاذ حسن، احنا جينا لك من غير لائحم ولا دستور. لائحم ودستور ليه؟ اتفضلوا. تفضل تفضل. احنا ولاد حي واحد والجيران، والنبي عليه الصلاه والسلام وصى على سبع جار. متشاكر خالص. خصوصا في الظرف اللي انت فيه ده. ظرف ايه؟ يعني انت راجل مسلم ساكن في عماره كلها مسيحيين، مش عايزينك تشعر انك لوحدك. احنا كلنا معاك، اهلك وناسك. بس انا ما اشتكتش من حاجه. ويليام شحاده ده راجل طيب ومعرفه قديمه. ما قلناش حاجه، بس عشان تحل بركة المسلمين عندك هنا في البيت لازم نقرأ لك بعض الأوراد والأدعية اللي تحميك من شر الدنيا والآخرة ومن شر أعداء الإسلام. أستأذن أنا دلوقتي عشان سايب المحل لوحده، والبركة في المشايخ. السلام عليكم. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أمحاتنا بكل سلام مع خوفك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين.
أمي. لأنك أنت الذي أعطت لنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. وصلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. آمين. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إننا نسألك خير المسألة وخير الدعاء يا الله يا الله، خير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثق الموازيننا يا الله يا الله. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن. ازيك يا حاجة؟ أهلا أهلا أستاذ موريوس، اتفضل اتفضل. أنا كنت عايز الشيخ حسن في كلمتين لو سمحتي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا شيخ حسن. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ مورس. اهلا وسهلا. تفضل 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 استاذ مورس، تفضل. خطوة عزيزة. يا شيخ حسن، انا من اول مرة شفتك فيها وانا عارف انت مين وجاي هنا ليه. ما تخافش، سرك كبير. انا عملت كده مضطر يا مورس اخويا. أنا حاسس باللي أنت فيه. الدنيا مقلوبة عليك، والأمن هو اللي خليك تسيب لهم البلد. صح ولا مش صح؟ صح يا مرقص. صح. أنت مسيحي طيب يا مرقص. شاي يا أم عماد. الله. هو أنت مش صايم يا شيخ حسن؟ النهاردة نص شعبان. نص شعبان. طبعا صايم. امال ايه؟ الشاي ده عشانك يا مرقص. كوبايتين؟ ما احنا عندنا كده، الضيف اللي يجي بنجيب له كوبايتين، واحده زياده وواحده ساده. اتفضل اشرب. لا لا، اصل لا. الشاي بيرفع لي الضغط. معلش بلاش الشاي، عصير يا ام عماد. لا لا لا، العصير بيرفع لي السكر. شويه ميه يا ام عماد. لا لا، اصل معدتي وجعاني. خليها لبعد المغرب، حب اجي افطر معاه. السلام عليكم. مع السلامة. مسيحي طيب مرقص. شوف لك حل في ابنك ده. جرجس ماله؟ كل يوم ينام لحد العصر ومستقبله هيضيع. امسك، كلم اللواء مختار يتصرف.
ينقله جامعة القاهرة بدل ما سنة تضيع عليه. بلا تي ان تي شديدة الانفجار. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا. في ايه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشا. في واحد بيقول ان هو عايز سيادتك في مساله خطيره جدا. خطيره ايه بس بدوعته؟ اسمه حسن عطار. حسن عطار مين؟ ايوه حسن باشا. قول له عايزين ننقل الواد جرجس، الواد جرجس ابني اللي هو عماد، عايزين ننقله لجامعه القاهره. ادوه لي بس اكلمه عمل معروف. ايوه حاضر. مصر يكلمك يا باشا. ايوه قول له الواد هيروح الجامعه ازاي؟ احنا خلاص جينا مصر، سيبنا المنيا. ايوه ايوه لازم نشوف لنا حل. حاضر، خليه يوم الحد يروح يقابل عميد الكليه، هيلاقي ورقه هناك. يعني هو دلوقتي يروح لعميد الكليه يقول له ان هو عماد ولا جرجس؟ ما اصلها تفرق. لو الامتحانات دخلت علينا وجرجس ما دخلش الامتحان وصيف، وعماد دخل الامتحان ونجح، يبقى ما عملناش حاجة. ما انا عارف ان عماد هو جرجس وجرجس هو عماد. خليك معايا بقى، انت بتتكلم من ايه؟ يا سيدي خليه يحضر المحاضرات بأي صفة، وانا حرمتك كل حاجة. معلش انا بتقل عليك، ولعلمك انا ما برضاش اكلمك عشان عارف مشغولياتك. خلاص يا اخوي تفهمني، بقول لك خلاص. انما انا قلت بقى السعادة تبقى رايق وفاضي، فقلت اكلمك عشان ترسيني اعمل ايه بالظبط. ادولي اكلمه. خد المدام عايز اكلمك. ايوه ايوه حاضر، والله العظيم ما تقلقي، اطمني خالص. اهو الشمنول صحى يا سيدي، مقضيها نوم. خد اشكر عمك اللي هو مختار. خلاص خلاص يا اخو موريس افهمني، بقول لك خلاص، والله العظيم هعمل لك اللي انت عايزه. اه جرجس. مين معاه؟ مين ده؟ اطمن يا حبيبي. يا عم اطمن بقى، كل حاجه زي الفل. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار، يا مختار باشا. مبروك يا باشا، الحمد لله القنبله فجرت بنجاح وكليتنا زي الفل. مفيش بس غير الخبير اللي مش لاقي دماغه. مريم، انت مريم بنت الاستاذ مرقص مش كده؟ وانت عماد صح؟ صح. تعالي اقعدي. تعالي. لا لا خليك مستريح. لا لا اتفضلي اتفضلي. انت اداب انجليزي مش كده؟ اه بس عرفت منين؟ بابا قال لي. وانت صيدله صح؟ اصل بابا قال لي انا كمان. لا بقى اليومين دول ما تبلش وهم فوله. امسك يا عم، صورت لك كل الورق اللي فات. الف شكر يا ابو حميد. يا عم على ايه انت حبيبي، وبعدين الورق كتير بس مفيش نفس المذاكره. على رايك احمد. ازيك؟ هاي نانسي. عامل ايه؟ اعرفك عماد حسن العطار زميلنا ولسه منقول جديد من جامعه عين شمس. اهلا، فرصه سعيده. انا اسعد. ما تكلم الكنيسه يبعتوا لك فلوس يا بولس، ما هم عارفين الظروف اللي انت فيها دي. الفلوس دي بتروح لناس محتاجين لها ماتيلدا، هم اولى بيها، وانا كمان ما اقدرش اخد فلوس ما اشتغلتش بيها. وبعدين يعني هنعمل ايه يا بولس؟ ربنا ينتقم من اللي كان السبب في الشحطاطه اللي احنا فيها دي.
انا هشتغل يا ماتيلدا، هشتغل اي حاجه، الشغل مش عيب. خد دول يا بولس اتصرف فيهم. مين له نفسي يلبس ذهب في الظروف اللي زي دي؟ انت عارف يا جورج ان انا خدت المحل اللي جنبك ايجار من ويليام شحاتة، وعشان اوضب وافتح محتاج فلوس. طب قول لي انك عايز فلوس اديلك. على الاقل نبقى شركة. لا اصل انا بيني وبينك ما احبش الشراكه. على كيفك براحتك. هو جرام الذهب بقى بكام دلوقتي؟ 195. مش قليل. صدقني يا مرقص السعر ده مخصوص علشانك. يعلم الله انا ما خصمتش المصنعيه. ايه ده؟ مصحف؟ مصحف ايوه ده انا اخدته تخليص حق. سعيد عليكم. اهلا يا شيخ حسن اتفضل. اي خدمه يا شيخ حسن. دول حتتين ذهب كنت عايز اتصرف فيهم. بس خلص الاستاذ مرقص. لا والله ابدا خلص الشيخ حسن الاول، انا ما ورايش حاجه. مصحف يا شيخ مرقص. طب وريني همك ايه؟ ايه ده يا شيخ حسن؟ صليب؟ صليب صليب كنت واخده تخليص حق. هو سعر جرام الذهب كام دلوقتي؟ 155. ما انا خسرت المصنعين. ايه يا ابني في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عماد. انت في حاجه بينك وبين نانسي؟ المفروض ان احنا بنحب بعض من سنه اولى. بنحب بعض من سنه اولى؟ بتحبوا بعض ازاي؟ هي مش مسيحيه وانت مسلم؟ ايوه. ايوه ايه ده حرام. قصدي يعني اخره الحب ده ايه؟ مش فاهم. اخرته الجواز ان شاء الله. ادعي لي انت بس يا عمده. يا عم خليك معايا، ادعي لك ايه وجواز ايه؟ ربنا ما يرضاش بكده يا احمد. ايه يا عم انت دخلتني النار فجاه وانا واقف ليه كده؟ شرعنا بيسمح لنا بكده يا عماد. لا يا عم الشرع عمره ما يسمح بكده. هي ازاي قابله نفسها حاجه كده؟ هي اتجننت ولا ايه؟ وانت فكرك يعني ان اهلها هيوافقوا ولا الكنيسه هتوافق؟ ده الاقباط هيقلبوا الدنيا. اللهم اني لك صمت على رزقك وافطرت. صوما مقبولا يا محمود. يا بابا مش كفايه صوم رمضان ونص شعبان؟ كمان اثنين وخميس؟ انت ما تقدرش على كل ده. صوم وتصح يا فاطمه. وبعدين انت فاكراني عجزت ولا ايه؟ ده انا لومه الظروف اللي احنا فيها اتجوزت على امك. مساء الخير يا استاذ مرقص. اهلا اهلا. ازيك يا استاذ ويليام؟ خطوه عزيزه يا شيخ حسن. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتفضل اتفضل. الله انت لسه ما اتغديتش يا استاذ مرقص؟ طب اتفضلوا اتغدوا معايا. متشكر انا صايم يا مرقص، ما انت عارف الصوم الكبير. طب اتفضل انت يا شيخ حسن. لا انا لسه هفطر مع الاسره، المغرب لسه مدا. ربنا يتقبل يا شيخ حسن. اتفضل. اتفضل. شوف بقى يا مرقص، انا ملاحظ انك من ساعه ما اجرت المحل مني لا وضبت ولا عملت اي حاجه. اصل الظروف صعبه شويه اليومين دول يا استاذ ويليام. وايه اللي مصعبها؟ لو معذور في فلوس محلولة، نجيب لك حد يشاركك في المحل. ما هو جورج الجواهري يكلمني في الموضوع ده وانا قلت له لا يا استاذ ويليام. جورج مين؟ انا